من عالم آخر يتحدث عن الفتنة في الجمال، شممنا رائحة البخور والعطور في منزل سيدة خصها الزمان بتفرده العجيب، امرأة عاشقت لغة تربك القلوب كثيرا، فامتزجت عصارة خبرتها في الحياة بعصارة ما تنتجه من روائح طيبة. بدأت أدني عمري 15 سنة في ذي الحاجة، أسوي لي شوي شوي، وبعدين بدأت أبيع. لما حوج الأمر بدأنا نبيع ونتصرف منه وما أصدر رزقنا. معي جدتي الله يحفظ لي إياها ويطول بعمرها، ما شاء الله يعني من زمان هوايتها، ويعني هذا ما شاء الله مزقة يعني مدخل رزق، ويعني هوايتها من زمان ما شاء الله تشتغل، يعني كانت منقشة وخياطة، يعني هوايتها يعني ما شاء الله عليها. وأمي كمان الله يحفظها يعني منقشة يعني من زمان، وعادها من صغرها يعني كانت تنقش يعني ما شاء الله، وبنت تخرج إلى البيوت يعني وتنقش داخل البيت، تروح محل كوافير تنقشهم، بعض اللي يجيها في البيت تنقشها في البيت، واللي يتصلوا لها لا برا تجي لهم، ولا تروح في المحل اللي يجي زباين تنقشهم، عاد يعني مزق الرزق يعني مدخل رزق. صلح البخور وصلح العطور ومستمر الحمد لله مصدر رزقها. يعني حولت منزلها إلى معرض. حولت منزلها إلى معرض عطور وبخور وخضرين عشان تدخلها مصدر رزق منها. وكانت تسوي أقماع حنة، وكانت تبيع بس لما شانت الظروف وزي كذا وقفت تبيع حنة وتبيع خضاب. ظروف عاشتها أم علي كغيرها من نساء اليمن، إلا أنها جعلتها سلما تتسلقه للوصول إلى القمة، فجعلت من منزلها الصغير مركزا لإنتاج العطور والبخور وكل أنواع الطيب ذات الرائحة الجميلة لتعرضها في صالتها الشمسية هذه. ومن هنا كانت قصتها التي ذاعت ومصدر رزقها الذي عرفت به. أودة كمبودي ودكت الأودة كمبودي وأطر كشخة سكبه إسكادة سكبه وروح الروح سويسري جنت النعم سويسري وخير لنا السويسري دي كلها نحطها في البخور. دي إحنا اللي تقالد أول دحين ما يقول لهش من دي الأطور، دحين يقول لهم أطور إنجليزي وحاجات كده، إحنا مستعملهاش والحمد لله كافي كل خير. وجل ما هنا مخرج باش برا يجل ما هنا يشتغل، لأن اللي أخذني يجون مني من برا يجون يشتروا مني ويجون برا يرسلوا لي بياس. يعني تبيع بالجملة؟ أيوه. أيوه بالجملة، لشب 50 لشب 60 لشب 100 الحمد لله الحمد لله شاكة. يعني حتى عيالي مزوجين وافيهم ما شاء الله اللي معاهم يهبوا لي وحما معاهم شاني بأيها هبلهم. كم معك يعني؟ 4 أخ وثلاث. أيوه اثنين مزوجين واثنين لا. أيوه وبنات 5. في كل قطعة بخور ورشة عطر حكاية تمزجها بما خلطته من مشاعر الناس لتكسب زبائنها داخل اليمن وخارجه، فتكون أما لتسعة أبناء وعاشرهم طيبها الذي تصنعه بمهارة. سوى البخور هنا والعطر وبعدين نروح هناك نطبه ونشفه ونخليها لمكترسها بعدين نقلبها في الأولاد. هذا المنزل يحتوي على كل جميل، فنادية إحدى بناتها تميزت بفن النقش والتزيين للعرائس وغيرهن، وابنها الآخر عرف بروعة سرده للأشعار وتفننه بالإنشاد. إنه بيت يمني حوى من أنواع الفنون أجملها. تعلمت النقش وعمري 10 سنة، والوالدة اللي علمني النقش طبعا وشجعتني وزوجي شجعني على النقش، والحمد لله مصدر رزق مرتاحة في أدخل منها رزقي ومرتاحة الحمد لله صراحة. يعني النقش يعني حاجة حلوة دخل مصدر رزق ومرتاحة فيها الحمد لله، والله يحفظ الوالدة اللي علمتني النقش طبعا هي تنقش وعلمتني النقش. أبيض وأسود يتآيون، من هو الذي الناس يهون، وام ليل كله يتبارون، ومن تدخل يا بنا مبيض قلب سنا زخمين، الناس جمع بس يحبنا، إذا تمشيت مشارع كالبدر زخمي يحيدنا. قصة كفاح جديرة بالاحترام والتقدير، فقد استطاعت بجمال قلبها وانعكاسه على منزلها أن تجمع بين الموهبة ومصدر الرزق في بوتقة جمالية تشاركها كل النساء.
فللعطر هنا لغة خاصة تربك كل أحشاء القلب وتستوطنها.